علي الأكبر، هذا الشاب مجمع الفضائل، مجمع للفضائل، شخصية فريدة من نوعها. علي الأكبر تربى في حجر أبيه الحسين سلام الله عليه، ونشأ هذه النشأة الصالح، وكان شبيها لرسول الله صلى الله عليه وآله في خلقه وخلقه ومنطقه، كما يقول الحسين سلام الله عليه. علي الأكبر مجمع للفضائل والكمالات البشرية، ولهذا الحسين سلام الله عليه أصابته حالة من الحزن الشديد على فراق علي الأكبر. السبب في هذا الحزن الشديد مو لكون العلاقة التي تربطه بالحسين فقط علاقة أبوة وبنوة، لا، لأنه كان آية من آيات الله الكبرى. إذا نظر إليه الحسين يرى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك لما فقد هذه النعمة أصيب بهذه الحالة كيعقوب. يعقوب ألم يفقد يوسف؟ فقد ابنا فقط؟ لا، لو فقد ابنا أنا أكد لك بأن يعقوب يصبر كما يصبر بقية المؤمنين، ونبي من أنبياء الله. لكن لماذا يبكي يحزن على فراق يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم؟ لأن المسألة مو تتعلق فقط بعلاقة أبوة، لا، أرفع من ذلك. يعقوب فقد تلك الآية التي تذكره بعظمة الله عز وجل بمجرد أن ينظر إليها لحظة واحدة، نظرة واحدة خاطفة إلى يوسف تجعل يعقوب يسبح في عالم لا نعلم حقيقته، يستحضر فيه عظمة الباري عز وجل. لذلك لما فقد هذه النعمة حزن على فراقها. كذلك الحسين، تقول السيدة سكينة كما في الرواية غارت عيناه في أم رأسه لما وقف على جسد علي الأكبر، لأن علي الأكبر كان شبيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال انت شوف لما أراد علي الأكبر التوجه إلى الميدان ماذا قال الحسين؟ دع الحسين على أولئك، حسين رحمة واسعة، ولكنه في هذه اللحظات رفع يده إلى السماء قال اللهم فرقهم تفريقا، اللهم مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصروننا ثم مالوا علينا يقاتلوننا. كان ينظر إلى علي الأكبر سلام الله عليهما، وعلي يتوجه إلى الميدان فينادي ابن سعد، قطع الله رحمك يا ابن سعد كما قطعت رحمي. فالحسين سلام الله عليه كان يرى من خلال علي الأكبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان من أصعب الساعات التي مرت على الحسين هذه الساعة التي وقف فيها على جسد ولده علي الأكبر. يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه يا ابن رسول الله أي المصائب أعظم؟ قال فقد الولد الشاب المؤمن. فقد الولد الشاب صعب، صعب فقد الولد الشاب على قلب الأب، صعب جدا، فما بالك إذا كان مؤمنا، وما بالك إذا كان مجمعا لهذه الفضائل، كان شبيها لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذا أقول ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله، جاءه علي الأكبر يطلب الإذن بالبراز، فقال بني إلي إلي، احتضنه في نقل، احتضنه وبكى ساعة حتى أغشي عليه من شدة البكاء. انطلق علي إلى الميدان، أخذ يقاتل قتال الأبطال حتى ضج الناس من شدة بأسه، تذكروا حملات
أمير المؤمنين سلام الله عليه ذكرهم علي الأكبر يوم عاشوراء بحملات جده علي بن أبي طالب. تدرون حملات جد الإمام أمير المؤمنين ماذا يعنون بها؟ يقولون الإمام أمير المؤمنين إذا دخل إلى ساحة الميدان يموج الجيش يضطرب الجيش بأكمله، الجيش بأكمله، يعني كل الجيش دفعة واحدة يميل إلى اليمين، مرة ثانية الجيش يميل دفعة واحدة كل الجيش يميل إلى اليسار ويضطربون. هنا يقال أمير المؤمنين قد حمل. فعلي الأكبر سلام الله عليه يوم عاشوراء ذكرهم بهذه الحملات. أصابه العطش، أقبل نحو أبيه يطلب الجائزة. الله يعز والله على أبيك، ما هي الجائزة؟ قال شربة من الماء أتقوى بها على الأعداء. يقال أن الحسين وضع لسانه على لسان ولده علي الأكبر، يقول علي الأكبر وجدت لسان أبي كالخشبة اليابسة من شدة العطش، وكيف لا يكون كذلك وكان بينه وبين السماء كالدخان من شدة العطش. ويقال أنه دفع إليه خاتمه وقال له بني سيسقيك جدك شربة لا تظمأ بعدها أبدا. بيناه وكذلك وإذا بالمنادي ينادي أين أنصارك يا أبا عبد الله. فأراد علي التوجه إلى الميدان فقال له الحسين أدرك أمك بالخيمة. جاء إليها أوصته بنصرة الحسين وأكدت عليه أن لا يقصر في نصرة أبيه الحسين، ثم ودعها وخرج. وإذا بالمنادي ينادي أين أنصارك يا أبا عبد الله. فتقدم علي إلى أبيه صاح الحسين أخي زينب سكينة عاتكة فلانة فلانة هل مولي وداع الشباب. فدرن حوله هذه تشمه وتلك تضمه وثالثة تحث التراب على رأسها وتنادي ومحمدا وتنادي ومحمدا وشابا آجركم الله. امتطى علي صهوة جواده أراد أن ينطلق إلى الميدان وإذا بصوت الحسين يناديه بني علي قفلي هنيا. نزل علي من على صهوة جواده أبا ماذا تريد؟ قال امشي بضع خطوات وارفع صوتك بالأذان حتى أتزود من مشية رسول الله وصوت رسول الله. فمشى علي بضع خطوات ورفع صوته قائلا الله أكبر، فضجت مخيمات الحسين ونادى المنادي ومحمدا. ودعهم علي الأكبر ومضى إلى الميدان وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى يلتوي ضرب غلام هاشمي إلا تموج الخيل من جبل علي. يلا يلا ماكو واحد شاب يسكت بالمجلس،
حق الشباب على الشباب هذا اليوم. تموج الخيل من يجبل علي لكن الخيل أبو الحسن يذيب هذا ورا وهذا لديها يثنيها ورمحا يلحق الفا قتل تمام المئتين وقد ضج الناس من كثرة القتلى كان إذا حمل على الميمنة قلبها ميسرة وإذا حمل على الميسرة قلبها ميمنة والقلب على الجناحين هاجركم الله. يقول حميد بن مسلم كان إلى جنبي مرة بن منقذ العبد قال علي آثار العرب لئن مر بي هذا الشاب لأثكلن قلب أبي فيه. قلت ويحك أما يكفيك هؤلاء الذين احتوشوا؟ قال والله لأفعلن. هاجركم الله يا أحباب الحسين. فبينما علي يقاتل إذ كمن له ذلك الملعون وطعنه بالرمح في صدره ألا من مناد وعلي فانحنى علي فعاجله بضربة على رأسه فانحنى علي على رأس الفرس سالت الدماء على عيني الفرس. هاجركم الله. فحمله الفرس إلى وسط الخوم فاحتوشوا هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه حتى قطعوه إربا إربا. أين المنادي وعلي؟ فصاح بضعيف صوته أدركني يا أبتاه. يقول العلامة الششتري رحمة الله عليه فخرج الحسين من المخيم وهو ينادي ست مرات ولدي علي ولدي علي ولدي علي. يقول من عادتي أنه كان ينزل للقتيل نزولا إلا هذا الموضع. ماذا صنع الحسين؟ يقول أخلى رجليه من الركاب ورمى بنفسي على جسد ولده. أين المنادي وحسينا؟ يقول الراوي من جلت الغبرة إلا والحسين قد تمدد بطول ولده ووضع خده على خده ونادى على الدنيا بعدك العفا يا ولدي إلا بطل علي الأكبر ونينا وفتح العين ونادى وصلني بعجل للخيم يا للخيم وصلني يخلي النوح تالي بصدرك يا ابويا شيلني وجمع يم العلي لا ودعه وينظر أحوال حتى تجيني الوالدة تشد الجرح ودني يا ابويا العمتي زينب أرى خلها تشد جرحي ترى ذايب حشا. قال لي يا عقلي موجتي حجيك فرا لازم أشيلك للخيم يا قرة العين لازم أوديك الخيم يا مهجة الروح
يصب عن جثتك يا صبي عيني وين انا لو قلت لمك ظل علي بالشمس لازم تقلي جان جبت الولد يا حسين لكن بليلش الفكر يا حلو الاطباع لو عاينة جسمك يا عقلي موزع وزع وزينب ما تقدر تنظرك يا ابني بأنزع لكن يعين الله على ضجة النساوي وشال المدلل فوق صدره وللخيام عار أسألكم سؤال يا أحباب الحسين ليش شال على صدره تدري والله ما تدري لأنه كلما رفع جانبا خر الجانب الآخر فاحتمله على صدره وأقبل به نحو المخيم وهو ينادي بلسان الحال يا أهل الخيم جاكم علي شوفوا على صدر جنازته طلع يا ويلي من الخيم عما شافوا علي مرمي ويجر ومن الطبر ما تنحاص جراحا وزينب تهل دموعها مهمول أهل الخيم جاء شوفوا على صدري خرت على جسم العزيز تنادي ذوبت قلبي يا شبيه الهادي وليلة تحن وتصيح ذاب فادي تمشي وتعثر مشيات المذولة يا أهل الخيم جاكم عليكم شوفوا على صدري يا حسين وتصيح جسم ابني علي راوني عين عيمت من راح نور عيوني ما اريد بعد من العمر دفنوني ولا اشوف جثة الولد محمولة يا اهل الخيم جاكم عليكم شوفوا على صدر جناز يا حسين حفروا لي حفير الساعة ما اقدر اشوف ابني واشوف انزاعة قالها يا ليلة تزود من وداعة وبشري بعدنا بناقة مهزولة يا اهل الخيام شوفوا على صدري جنازته محمولة راح من الولد راح راح من الولد راح ذبح ذبح وشبيه المصطفى بعده على الدنيا العفا راح من الولد راح راح ذبحوا الأكبر يا زينب يا اختي بهمة عالي وامسحي التراب عن راسه تراه دهش بالي واعذريني ترى عفت العمر بعد ابني الغالي راح الأكبر علي راح
زينب يا مهجة فاطمة صارت حياتي مظلمة، راح من الولد راح، راح من الولد راح. هذا الأكبر تنزف دمومه يا حماي الضعيمة، تحتمل يا خويا تنظر ولد اخوك مقطعينه، من شطر بالسيف راسه مغمضه للموت عينه، راح خويا الولد راح، قلبي انكسر يا ابو الفضل ودموعي بالدم تنهمل، راح من الولد راح، راح الولد راح. غاب نور البدر عنك ودعي الاكبر يا ليله، خضبي راسك من دمومه ترى الفرقه طويله، واستعدي بعده بعدي الى الناقه الهزيله، راح بدرج ترى راح، ولدك ما يبقى بكربلة وانتي تضيع بهالفلة، راح من الولد راح، راح من الولد راح. اسمع، دار وجهه للمدينة حسين ودموع جرية، يصيح شبه المصطفى يا فاطمة رحمني دي، دار وجهه للمدينة حسين ودموع جرية، يصيح شبه المصطفى يا فاطمة رحمني دي، ذبحة ولدي يما الواسعة ضاقت علي، راح ولدي علي راح، ومن راح عني هالولد دلالي يا زهرا مرد، راح من الولد راح، راح من الولد راح. تقل له أنا ربيت لك يا ابني وسهرت الليالي وسميت بسم الله عليك، أمك يا بعد أهلي بقت من غير بعد الخدر للشام يودوها لي.